للمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. سيد أكرم، تحية لك أولا وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا سيد أكرم. كما تابعت معنا منذ الصباح وتابعنا افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي وبحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى أن هناك أيادي للتنمية تمتد لكل المجالات والقطاعات بالدولة؟ لا، هو طبعا الحقيقه موضوع المحاور والطرق، يعني حتى واحنا الحقيقه متجهين الى هذا المكان كان قبل كده يبقى الطرق صعبه او كده. الحقيقه شفنا جزء من المحاور والطرق اللي سهلت الحركه بين شرق القاهره وغربها وشمالها وجنوبها، حور العرضيه والافقيه، والحقيقه انه دي كانت ضروره. يمكن رئيس الوزراء اشار الى انه سنه 2010 كان في خبير ياباني في جايكا بيتكلم على انه من المستحيل لمصر انها تتجاوز الوضع اللي هو الحركه فيه مشلوله، التلوث فيه مرتفع، كتله سكانيه، يعني مدينه ميته، وده طبعا كان هينعكس على غياب استثمار وغياب غيره. الحقيقه كمان قضيه الاسكان كانت مفتوحه على الزياده السكانيه، ما كانش فيه مساكن كافيه، في مشروعات عقاريه فاخره، ما فيش اسكان متوسط او اسكان اجتماعي او اسكان يلبي الحاجات المختلفة للفئات المختلفة، فكان بيحصل بقى الاداء المختلف والعشوائيات وغيره. فالحقيقة وجود خطة. كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك.